السلام عليكم ورحمة الله. فخامة الرئيس، يمكن مواطنة سعد لمت بوهيت بنت الشهيد إبراهيم البوهيت شهيد معركة بوسرد. بسلم عليكم وكفاني شرف أني بنت الشهيد عن دولته، وأني هي وحيدته. ما نبقي نطيل عليكم، كانكم تقدروا تسمعوا وضعيتي الصحية تعرفوها كاملة، من الحادث من علاجاتي في تونس من كل شيء. فمروية نختار نبينها لكم اني لين بدأت معجز جبرت. كان ذاك مصادف الحمد لله زيارة وزير الخارجية جزاه الله خير، اللي جيت وانا وفراد من الجالية وشرحت له الرواية، وكان رده انه طرح يدو على صدره، قال قضية سعدنا قضية الدولة الموريتانية ودور تعدلها على أحسن وجه، خلوها علينا احنا. وأنجز حر ما وعد. مباشرة عقب وصولكم بنهارين جاني أمركم السامي وتعهدكم بتكفل بعلاجي عن طريق السفير باتصال هاتفي. أراني مع الوزير إلى ذكره أفراد من الجارية على أطراف باهظة الثمن. قلت له على انها دورت عود في حدود 12 الى 15 مليون، ذاك بناء علاش؟ بناء على اني الايطالي اللي هو ممثل الشركه هون، هو والتونسيه ممثلين الشركه الايطاليه في تونس، عند منين زاروني في المستشفى عند بدايه توجيه والله في مراحل علاجي الاولى. سالناهم قالوا انها دورت عود على الاطراف حدود 100,000، بالنسبه لي انا انها 100,000 دينار، هذا هو شكي. والبناء عليه قلت انه من 12 الى 15 مليون. إلين جاء أمركم السامي بالتكفل بي، وقست البروفيسور وعيط للشركة، اتضح لي عن بدل ليك 100,000 أورو دينار انها 100,000 أورو، وبلغت بها السفير في نفس الوقت. وإلين بلغته قال لي ما هي مشكلة، انت ما دام تعهد الرئيس بعلاجك جزاه الله خير ذاك دور يتم. تراسلوا الناس مع الشركة في إيطاليا وقبضوا مقاساتي لمدة 12 يوم يمشوا بي ويجوا. المهم وعدل يوكليدي وعدل الدكتور، لاني انا محتاجه لزرع اعصاب وزرع عظامهم توصيل العظام بالقائمه العصريه، عدل يوكليديات وتقرير بوضعيتي وجلس السفير ومشاه. عدلت كلمه شكر لكم انتم فخامه الرئيس، والظاهر للاسف تبناها بعض من الارواج اللي تبناوها كلها باختلاف وجهات النظر. الحاصل ذاك انا ماني مسؤوله عنه، ولا فهم حد قد يقول لك اني قط تكلمت معاه. كيف هذا سيدي يقول لك ماشي اللي اليوم نسال الله العافيه والسلامه قال انه متكلم معايا؟ سيدي تعرف اني انا وانت ما قط تكلمنا، وتعرف اني ما علمني الله اني انا اعرفك ولا تعرفني، ولا قط تراسلت معاك، ولا قط كتبت لك، ولا قط سجلت لك، وفي سالي في الزمن ما انا متعارفين. لان انا عنك كان من المفروض جزاك الله خير ما تقول انك كلمتني وانا ما قط تكلمت ليك وحده. فخامه الرئيس نختاركم تعرفوا رواية عني أنا المواطنة سعد لمت بوهيت، ما يالتي نعود نثبت وطنيتي بيا اللي لين يسول عني معروف عني الإنسان الوحيد اللي ما قط عرضت. الحاصل انكر لي عنكم ذا جايين جربة، وجاتني اتصل بي السفير وقال لي عنكم مشيتوا لي ذاك المبلغ المالي اللي هو 5 ملايين جزاكم الله خير. ونختار نقول لكم عني كنت نسمع هذا جاف وقته يا غير ما قط حسيتها لين جاتني من عندكم انتم ذيك الرسالة ذيك اللفتة الكريمة. جات في وقتها أنا مأجرة الديار ومعايا لي شاشة ومعايا التركه اللي أقرأ ومعايا وظروفي ولدوية الباهظة الثمن اللي لين تنقطع بات مارقت، وكنت ظرفية صعبة لين أعطاني الله مشيتولي ذاك المبلغ. وسأل الله ورجيت أنه لا يضيعك في أمنجره ولا أنك لا يضيع منه. فخامة الرئيس إذا نعمت لكم قستوا جربة قستها ندوركم تشوفوني على أرض الواقع، ونشكركم على لفتتكم الكريمة، ونذكركم أني لا لقنا عنكم. فخامة الرئيس أنا مرون ولاد قيلان وأخوالي كنت متقادة يدي فادرير والحوض وتقانت، ماني موجهة للكلام كنت نقدر نوجهه لحد من القبائل ونوجهه رجال أعمالهم، لا أنا موجهة رجال كلامي لك أنت بكل أنت ما قطعت تتخلى عن حد ما لك مسؤول عنه فترتك ذيك ما لك مسؤول عنه. نختارك تعرف معناها أنك في الفترة اللي ما لك رئيس دولة ما قطت خليت عن محتاجك ذاك اللي يعرفونه، فما بالك بعصبحت مسؤول عنه، مسؤول عنه أمام الله وأمام تعهداتك وضميرك. إذا عني أنا نعرف عن الله داويني، الدولة داويني من نفقتك الخاصة والله على نفقة الدولة
والله احنا تطلب من الرجال الاعمال يداوموني وكلامي موجهت ولا لك انت، ومسلم عليك حتى وقايله لك علني كلام غير هذا ماني مسؤوله عنه ولاني عالمه به. فخامه رئيس الدوله هو شوي تبين وجب تبين وما يكره، انا لين وصلت جربه ومشى السفير سياراته رتفت كان مقافسة كان نجبر شي. ذاك يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، الطاير والرواقيش كلهم راكب بوته وأنا مرفود، ويتيت مدخل فوته طحت وبقيت تاكي على قدره. لو كانت ما هي وطنيتي أنا قالوا لي رواقيش ارتفدي وانطرحي على عند آخر نقطة وقضي الراية الموريتانية دور على بك البروتوكول ويعلم الرئيس. قلت لهم هذا يمنعني منه، اللي منعني لين سوى اسألني وزير سابق اتصل بي لين علب بهذا، قال لي لين رأيتي رئيس الحكومة وتعاطفت معاك في الطائرة مالك ما تطلبي منها تعالجك. قلت له لا، اسم الحالة نطلب من رئيس حكومة مستضافة رئيس دولتي مستضافتني أنا وأنا قايست نطلب منها تعالجني، قيرتي على وطني ما تخلي مني شي لعدلت. قال لي قايل لك على نوعك نادر جزاك الله خيرا من الوطنيين. ذاك سمعته فخامة رئيس الدولة بسلم عليكم حتى، هذا هو اللي خلاني ما نمشي ونتكي قابضة رالتي. نعرف انكم تعلمتوا انتوما والله علمت السيدة الأولى بني أنا بجربة ما ذاكنا بجري خيلها الدور وتمشوري نجيكم والله جوني بقدامكم بكم اللي ماكم لا تتخلاو عني أبدا. قاع في موريتانيا هذه وضعيتي فاش قاع في دولة خارجوا جايتكم 760 كيلو متكبدة عناء السفر. غالي للأسف نعرف انكم ما علمتوا. فخامة رئيس الدولة ايش نعمل ذاك انك وبلغتني وسلمت عليك واني ترديت ذاك لحاجة في نفسي يعقوب، فم حد متخوش على انه يبلغكم اني انا جيت له وخليت نوصلكم. كيف ما خلى المستشارين يدخلوا اللي هو السفير، كيف ما السامي، كيف ما خلى الاطر يدخلوا، لانه ذاك اللي هو يبقي من البشر وذاك اللي هو اللي مهم عنده دخلوا، والبشر الثاني ما قادروا فيه. شكرا جزاكم الله خير.